يأتيكم برعاية أفايا الرائدة في حلول التواصل والشبكات. طبعا قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية قطاع كبير، يتضمن من القطاع الحكومي للقطاع الخاص، القطاع المتوسط، القطاع الصغير. هذا قطاع يعني واسع وكبير، نغطيه بخدماتنا في مجال الاي سي تي، في مجال الحوسبة السحابية، في مجالات المانج سيرفيسز، المانج لانز، المانج راوترز، على قطاعات مختلفة في المملكة العربية السعودية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. هدف شركة الاتصالات السعودية في هذا المجال تسهيل الخدمات للمستفيدين من الخدمات. شركة الاتصالات السعودية هي من يقوم بجميع من هذه الخدمات لعملاء في المملكة العربية السعودية، ونعرض خدماتنا هنا بشكل أكبر، ويكون في اتفاقيات أيضا كبيرة مع 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 الفندرز اللي موجودين في هذا المجال في هذا في في في, في مدينة دبي، ومنها يكون الترابط والتوجه إلى الأهداف الشركات مثل شركة الاتصالات السعودية. البنية التحتية، لما نقول البنية التحتية في الخدمات الذكية، ترتبط بقطاعات حكومية، ترتبط بقطاعات أهلية، والترابط فيما بينهم لتقديم لتسهيل الخدمات إلكترونيا، وتجنب الخدمات الورقية. هذه الخدمات يعني شركة الاتصالات السعودية بما أنها أكبر مشغل في المملكة العربية السعودية، تربط جميع القطاعات الحكومية وأغلب القطاعات الخاصة فيما بين البعض. يأتيكم برعاية أفايا الرائدة في حلول التواصل والشبكات.